تفضلي. شكرا لك قندمير. صحة وهنا. شكرا لك. بدك تستقيل؟ ايه، بيجي محلي حدا بيحترم القوانين وبترتاح مني. بس انا تعودت عليك، رح اشتاق لك كتير. صحة وهنا. ايه، عن شو بدنا نحكي؟ مع اني حكيت كل شي مبارح انا وما ضل شي. انا عندي عرض لإلك، ما نسيت موضوع الملف، بس بدي اياك تضل هون لوقت المسابقة. ليش غيرتي رأيك؟ تحفيز الفريق اهم شي بالنسبة لإلي بهاي اللحظة، ما بدي ضحي بالمسابقة بسبب التوتر يلي بيننا هلا. فهمت. طبعا الا اذا كنت مصر انك تروح. انا ما رح يرتاح قلبي اذا تركت الفريق لحاله. تمام، رح ضل لوقتها، بس ما رح كون هون على الوقت. ماشي، رح ضل مشان دعم الفريق. بس أنا رح بلش دور على شغل جديد إلي. تمام، اتفقنا لك. تمام، اتفقنا. حبيبتي؟ حياتي؟ أهلا وسهلا، تعال اقعد هون. تايلان، أنت منيح؟ قلت لك امبارح ممكن يكون هالزلمة محتال. بتقومي أنت بتروحي على بيته لتحتفلي بعيد ميلاد عمته، معقول كلامي ما إله أي أهمية عندك؟ حياتي تايلان، مو ماني عم بسمعك، بس أنا رحت لعند المصور لحتى صلح الموضوع وبس هيك. رحتي فهدوك العالم قلعوكن. ما شاء الله، وعمتي ما نسيت أي تفصيل. حياتي شوفي، أنت بتفكري إنه كل الناس اللي قدامك نيتهم منيحة، بس هدول الناس بيبينوا إنه عندهم كبرياء كبير وبعدها ببلشوا يستغلوا كل العالم وكل شي حواليهم. أنا بخاف من هذا النوع من العالم. الإنسان لازم يكون صافي كتير مثل المي. إيه، كان معك حق، ما كان لازم أوثق بالشيف. شو صار؟ عمل لك شي هداك الزلمة؟ لا لا، ما عمل أي شي. كل الموضوع أني بلشت تشوفه شخص بخرج أوثق فيه. إيه تمام، بما أنك عرفتي أنه ما بنوثق فيه، ليش تاركتيه عندك؟ ألعي؟ ما تاكل هم، رح ضل وقت المسابقة بس وبعدها رايح. ضفت قصة التنصت على مجموعة قصصك الغريبة، يا ترى شو لسه بخبالنا أكتر من هيك؟ والله أنا واضح يا دكتور، أنت هو الشخص الغامض بيناتنا. في مين بيعرف قصص غريبة عنك، مو هيك؟ انت شو قصدك بهذا الحكي؟ شيف فرات، كان بدك تقول شي؟ لا، رجعت من مقابلة الشغل وحبيت خبرك بس. بشوفكن. شو عم يصير هون؟ الشيف عم يستضيف هالاستاذ على البرندة تبعنا، مع انه اجى لهون لحتى يعمل يعني مشكلة. مثلا ما بنسمعه ولا بنفهمه ولا بنسأله عن مشكلته؟ تفضل قلي شو مشكلتك اخي، عم اسمعك. انا ما بدي منكن انتو اي شي، أنا بس بدي أحكي مع دكتور الحب. يا أخي فهموني، كان في عندي حبيبة حلوة وكان عندنا أحلام كتير كبيرة، وبعدها إجا هذا الدكتور نزع كل شي بنيته وتركنا. أنا بس بدي أعرف شو السبب اللي خلاه يفرقني عن حبيبتي. يعني عم تقول إنه هذا الدكتور هو اللي بعدك عن حبيبتك؟ إيه تمام أخي. شو سهل عليكم ترموا تهم على الناس وتهربوا؟ مين بيعرف شو عملت لحبيبتك لحتى راحي؟ أنا ما عملت أي شيء يا أختي، رجاء صدقيني. والله إذا طلعنا على حالتك هي مستحيل أي حدا يصدقك. معلش تطلع برات مطعمي هلا، وترت لك الأستاذ قندمير. وقف لو سمحت، لو سمحت، مو شايفين الشاب قلبه مجروح؟ شو بنعمل منزيد عليه يعني؟ شو صار؟ أنا صار عندي فضول كبير وبدي أسمع. يوسف تعال أخي، خلينا ننزل على المطبخ. إذا ما بدها تسمعك الآن سناز، أنا بسمعك. شي بنام؟ يلا جنيت أنت، كيف بتخلي واحد غريب يضل هون معنا وغير هيك؟ ما بنعرف أصلاً منفصله، وكمان بركي أزا تايلان إذا شافه وقتها شو بنعمل؟ حبيبك اللي كتير واثقة فيه حرق قلبه لهذا الزلم البريء، يمكن أنت ما بدك تشوفي هذا الشي، نحن ما خصنا بالموضوع. تايلان مستحيل يأذي حدا، بس من شكل هالشاب مبين إنه مجنون وهربت حبيبته منه. إيه؟ يعني عم تقولي إذا هربت بيكون بسببه؟ تمام هيك عم أقول، مبين هالشاب عصبي ما فيه يضبط حاله، لهيك هربت حبيبته منه، مين بيعرف؟ يعني منفهم انه حبيبك ما له اي ذنب؟ طبعا ما له ذنب، تايلان بيحاول يخلي الكل مبسوطين وبيحاول ما يأذي حدا ابدا. خلينا نروح ونشوف شو رح يقول هذا الشاب وشو عنده. حكي فاضي. بتخافي تسمعي وتنصدمي باي كلمه عن حبيبك؟ اكيد ما بخاف من هالشي، لاني بوثق بتايلان كتير.
بما انك بتوثقي تعالي نسمع شو عنده الشاب، واذا انت كنتي صادقه ما رح افتح تمي مره تانية. تمام؟ طيب ماشي يلا. كانت بيجو من معجبين تايلاند، كانت بتعتبر كل شيء بيقوله قانون صحيح، حتى انها راحت تستشيره بقرار زواجنا، اخذت كل راتبها وراحت لعند هداك الزلمه. بعدها بلش كل شيء ينتزع، بلشت بيقوم تبعد عني شوي شوي. ما فهمت انت كيف ربطت هالموضوع بتايلاند؟ يمكن حبيبتك راحت لعند تايلاند لانها ما بتوثق فيك. شوفي، كنا على طول نشوف اعلانات البيوت على الانترنت ونحلم ببيتنا سوا، حطينا كراسي مميزه مو موجود مثلها وقعدنا عليها لحتى نحلم، انبسطنا وحكينا. كانت بيقوم تعد الايام والليالي لحتى يجي يوم الخطبه، بس بعدها فجاه قالت انه بدها ننفصل عن بعض، وانا ما عاد سمعت شيء بعدها اصلا. صارت على طول تهرب مني وما عاد قدرت اوصل لها. وهداك الزلمه كرمال ما تفكر انه تغير رايها منع انه تشوفني. وانت كان بدك توصل لتايلاند جنيبا كان، بس ما قدرت مو؟ برافو اخي، كلامك هذا صحيح، هذا هو اللي صار تماما. كانه هذا الزلمه موظف دوله بشي منصب عالي كثير، فقررت اجي لهون يا اخي لانه اكيد رح يجي على المكان اللي رح تكون فيه حبيبته. انا بظن انه في نقص هالقصه مو كامله، مستحيل يكون تايلاند فرقكم. يمكن كان في مشاكل بعلاقتكم من الاول بس انت ما شفتها. مشكلة شو بالله؟ اذا كان في مشكله بتخانق بتزعل شو بعرفني، ممكن تاخذ موقف، بس يعني ما بتختفي على الاخر. احيانا الكلام ما بينفع ابدا اذا كان يلي قدامك بالعقل. اذا كان بعض العالم بتفضل تصدق على العمياني من الاول، فشو ما حكيت معها بيكون على الفاضي. كل واحد فينا عنده عقل يفكر فيه يا روحي، شو ما قال لازم الانسان يتحرك حسب عقله مو بالحقيقه. هو راس يوسف بما انه عنده عقل فبتستخدمه وبتروح تفسر شبه، ويوسف اكيد بيسمع بس لا، وانا متاكد انه هداك الغبي منعها كمان بالحقيقه. وقف يوسف، اذا يوسف بده يحاكيها ليش ما حكاها لسه؟ شو بيعمل؟ تعالي نروح نلاقي البنت ونسالها. حكي فاضي. ها انت خليكي هيك، عادي بقصرك العالي وحطي احكام على الناس بس، وصدقي على كيفك. كلامك بلا طعمه كله. برايي انت اضعف من انك تشوفي الوجه الحقيقي لتايلان. اذا لقينا البنت وحكينا معها كل شيء بينحل. كلام حلو، تمام، خلونا نلاقيها ونسالها. امشي يوسف، امشي معنا. يلا 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 جيت. شبنام فيكي تبعتي جزداني لبرا؟ يوسف انت متاكد انها رح تمر من هون بهذا الوقت؟ ايه يا اخي، اليوم بيتغير موعد رجعت حبيبتي. اذا ما كان جاي على بالك تحكي شي هالمره، نحن منتدخل لا تشغل بالك. بدي افهم ليش وافقت واجيت معك، اطلع على هالحاله كيف عم يطلعوا فينا، صرنا مثل الزعران يلي بيوقفوا على الزوايا وبيراقبوا البنات وبيلطشوهم. طلعي فيني، شكلك بلشتي تخافي وتتوتري لانه قربنا نكشف خطيبه. هذا التوتر لاني واقفه معك. ما في داعي تتوتري كثير لانك واقفه معي، يعني يوجعك قلبك. اساسا حرام كرمال وقتي، اصلا ليش اجيت معك؟ حتى تشوفي تايلاند شو بيعمل بالناس. والله هذا الشيء عيب يا اخي. اسف اخي. شوف لساتك عم تقول تايلاند. طيب. ها اجيت بيقوم قلبي. ركضوا ركضوا. وقفي بيقوم. شو عم تعملوا؟ رح نركض. رح نركض؟ لوين؟ بيقوم وقفي لا تهربي مني. بيقوم شو عم تركضي على بيض ناز؟ يلا بسرعة رح تهرب البنت. والله ما كنت بعرف انه رح نكون بفيلم إثارة وتشويق. في بلاغ عن خناقة. تمام سوق انت اذا بدك. يعني شو رأيك حضرة المهندسة؟ انت بتعتبريني كعامل مجرد منتج او محفز هون؟ ايه انت هيك فهمت عليك مو؟ الكيمياء كتير مهمة اخي. طبعا خلينا نشوف المشاريع يلي هي. ماشي يلا. تفضلوا. ايه وين اختفيت؟ اخي اكيد بواحد من هدول البيوت. انا امبارح تركته هون بهالنقطه بالذات، ابن خالته بيعيش هون بس ما بعرف باي بيت. شو رح نعمل هلا؟ رح نقعد ونستنى؟ لا رح نتحرك. يوسف انت من هون ونحن من هون، منفترق من تمام اخي. يلا بهدوء.
مرحبا لو سمحتوا، شفتوا وحده لابسه قميص احمر شيء؟ تعالي تعالي لنسال هدول. شو عم تساوي؟ معقول نسالهم؟ بتعرفوا بيقوم شبح؟ السلام عليكم خالاتي، كيفكن؟ الحمد لله منا. الحمد لله بخير. شو ما عرفتوني؟ انا حفيد العم محمد. انت ابن الهدايه؟ ايوه ايوه ابن هدايه. قلنا نعمل مشوار بالحاره ونتفرج عليها شوي. وين هديك الفاصوليا القديمه كنت تحطيها على النار تلاقيها دابت؟ كانت طيبه والله. ما عاد في شي منيح يا ابني، ما ضل شي مثل قبل. بس انت لسه ما تغيرتي خالتي. ليش لساتك واقفه عندك يا بنتي؟ عدي خالتي، هاي البنت ما انا من هون، اجنبيه، انا عم مشوره ما بتعرف لغتنا. واضح واضح من الثياب اللي لابستهم. طلعي، معقول عم تمشي هيك بالحاره؟ ما بيستحوا هدول خالتي، ما بيستحوا. بس مع هيك هي كتير حلوه والله، بيضاء مثل التلج. الله ما شاء الله يا بنت. بس بناتنا احلى منها، هاي طويله كتير. معك حق خالتي، بناتنا احلى بكتير. بما انه قلنا بناتنا، شفتولي بيقوم؟ مين بيقوم يا ترى؟ بيقوم ما بيعرفوها. بيقوم مو هون. ما منعرفها. بيقوم مو هون، مو موجودة. ما عنا بيقوم. اي يوسف، نحن لسه عم ندور بالبيوت اللي على اليمين. تمام، نحكي يلا. انت ما عم تفوت اي فرصه لتمزح معي. من وين طلعت لك فكره اني سائحه بهالبلد؟ مو شايفه حالك جمدانه؟ ذكرتيني بسكان الدول البارده، شو بعمل لك انا؟ يا سلام ضحكتني. شيل المزح، انا قلت هيك كرمال ما تنزع الموضوع. والله بعتذر منك، ماني كذابه شاطره مثلك. انا ما فيني غش العالم واكذب عليهم، بس لا تخاف ما رح اكشف شيء. كثير منيح، المره الجايه انت احكي كرمال ما انجبر على الكذب، كرمال نعرف شيء. انتوا شو عم تعملوا هون؟ شو عم نساوي هون؟ نحن حبيبين، فهمتي علي؟ شو بدي افهم؟ شو بيعمل الحبيبين؟ انت شو عم تحاولي تقولي يا بنت؟ يا بنت انت رح تخليها تضربنا. ارقدي يلا. تمام خالتي، اسفين، ارقدي. يا قليلين الادب، الله ياخذكم. خالتي خالتي بلا خجل، عن جد انتوا قليلين ادب وما بتستحوا. برافو والله، ما كنتي تعرفي تلاقي طريقه غير هي، ما كان عندك حجه احسن من هي يعني. لما انت بتكذب بتنجح. صح، بس انت قلتي للمخلوقه انه نحن حبيبين عم يتمشوا بحديقه بيتها. هي ما بتحترم الحب، شو بعمل لها؟ طلعي فيني، بترجاكي تركيني انا اكذب المره الجايه. ماشي المره الجايه. ايه يوسف عم يتصل، ان شاء الله يكون لقاها. ايه يوسف، بيقوم شوفي، نحن اجينا كل هي المسافه وكل هالطريق كرمالك انت، بس بدنا نحكي معك. بيقوم كرمالي قولي شي. انك تضلي ساكته هاد مو حل. انا رح اقبل بكل شي بتقولي. اذا كانت البنت ما بدها تحكي يعني ما بدها برايي نحترم قرارها. هالشاب ما عمل ولا اي شي كرمالك ابدا؟ يعني انتو ما عندكن ولا اي لحظه حلوه سوا؟ يعني بيستحق تتركي بهالطريقه المو مفهومه؟ بيكون عند الواحد كلام قليل بس بده يترك. الروح بلا وداع بتخلي الانسان ناقص، بتخلي كل شي ناقص. حبيبتي لا تعملي هيك شي فينا. شوفي بيكون، هي حياتك الخاصه، بعرف نحن بالاساس رح نحترم اي قرار انت رح تاخديه وتقرري. ما اجينا لهون لحتى نرجعك، نحن بس بدنا نعرف اسبابك الحقيقيه المتعلقه فيه. هذا هو كل شيء. يوسف معه حق، كان كل شيء كتير حلو مثل الحلم. ما بعرف، يمكن خفت لأنه كل شيء كان حلو بيشبه الأحلام. ما في يلوم يوسف أبداً، أنا يلي تغيرت أساساً. ما كان بدي زعله، بس هذا يلي صار. طيب ليش أنتي ما حكيتي فوراً معه؟ أنا كان بدي أحكي معه بس الأستاذ تايلان ما كان يسمح لي. يا روحي تايلان ما عم يعمل هيك حتى يفرقكم، أنا متأكدة إنه عنده تبرير لكل شيء. مو شايفتيهم بيحبوا بعض كتير؟ مو مبين معك هالشي؟ لو ما فات بينهم هالدكتور تبعك ما كان صار هيك. ما حدا فيه يفوت بين أي حدا إذا علاقتهم قوية. أنت عن جد ما بتعرفي شو يعني حب. موضوعنا مو أنا. معك حق. شوفوا خلونا نعمل هيك، خلونا نلتقي بالمطعم بعد ساعتين وخبري تايلان كمان، خلينا نحل الموضوع قبل ما تطلع بيقوم بالبرنامج. منيح أخي، بس قلتك رح يرضى تايلان بهالشي؟ رح يعصب إذا سمع هالشي. معقول هالحكي يا روحي؟ تايلان واقف على طول مع الحب، متأكدة إذا كان في مشكلة رح يحاول يصلحها. طيب تمام، لكم منروح على المطعم، منقول كل شي عنا ومنشوف شو رح يصير.
اجيت لأنك طلبتي مني، بس ما عم بفهم شو في داعي لهالشي. هاي مقابلة مدتها 5 دقايق بس وبتروح، أنا بدي توضيح لك كم قصة بس. يلي أنا ما عم بفهمه، من وين جبتي العالم وبشو حكيتي معهم؟ هذا الشيء ما مهم ابدا، قصتهم اثرت فيني وانا بدي تسمعها منهم كمان. بيقوموا يوسف جايين بعد شوي اصلا. كل هذا الشيء من تحت راسك مو هيك يا شيف؟ بلشت تحشر انفك بكل شيء. انا كل شيء عم اعمله كرمال الحب، بس مو كرمال الحب الكذاب مثل حبك. خير ان شاء الله، بدك تصير منافس الي؟ رح تقدم برنامج؟ قلنا حتى نشوفه على اي قناه؟ بقناه الحياه درس لحالة، بكل الاوقات بتتعلم. هالمرة إذا تماديت كتير خلينا نشوف مين رح يكون على حق آخر شي. يوسف؟ اللي وين بيقوم؟ لازم نسأل أستاذ تايلان على الموضوع. ما حسيت بالزعل علينا؟ ما فكرت فينا، بعتنا كرمال برنامج بس بيقوم اجت مسكت لي ايدي الصبح. انت حكيت معها بعرف شو قلت لها؟ لو سمحت قلت لها انه هي بيصير لها احسن وانه الحياه مو يوم وبياع الورد ما بيصلح يكون زوج. شو قلت لها؟ وطي صوتك، في زباين عندي. يا استاذ شوف، ما قدرت اتحمل انه تركته، فهمانك، بس ما رح اسمح لك تحكي معي بهي الطريقه. انتبه على اسلوبك. يوسف اشرح لنا كل شيء صار برواق يا اخي حتى نقدر نسمعه. أخي اسمعني، كنا جايين لعندكم والله مثل ما خبرناكم، وكانت بيقوم اقتنعت تيجي، وبعدها إجاها اتصال وتراجعت البنت عن الفكرة. أنت اتصلت فيها، بعرف لسه قبل أسبوعين كنا عم نحكي إنه بس يجينا أول ولد إذا كانت بنت رح نسميها مسال. لسه من أسبوعين بس نحن قررنا هذا القرار، بيقوم طلبت هيك. هي قالت إنه اسم مسال أكتر اسم بيليق بحبنا. شوف طلع، شايف هاد؟ أنا اشتريت هاد، خليتهم يكتبوا اسم بنتنا عليه، وأنا عم أعرض عليه الزواج. كنت رح فاجئها بهاد وأهديها إياه. شايفه؟ قل لي شايفه؟ شو بعمل بهاد أنا هلأ؟ شو بعمل؟ تمام، لو سمحت لو سمحت، مو معقول تعمل كل هالقصص هاي بالزلمة. انت عن جد اللي خليت بيقوم تتراجع عن قراره؟ رجاء اشرح. اسمعوا كلكم هلأ عم تغلطوا أكبر غلط ممكن تغلطوا بحياتكم كلها. اطلعوا على حالة الزلمة، مين بيعرف شو قال للبنت وكيف خوف حتى خوفها يا زلمة؟ انت اللي بتعمل هالقصص على طول، انت بتفرق بين العالم وبتقول هالحكي للكل، وعملت نفس الشيء لخطيب هذيك البنت اللي تركته. شوفوا كتير محتمل انه البنت خافت قدامكم كلكم وقالت انها بتحبه، وبأول فرصة حملت حالها وهربت. هي هربت؟ بهالبساطة هي راحت وهربت؟ وانت شو خصك يا شيف؟ ليش انت يلي عم تعصب لتكون يلي هربت حبيبتك انت؟ تمام، خلينا ما نطول اكتر بهالقصة. لو سمحت شيف، عيب، في زباين بالمطعم. ايه رجاءً يهدى الكل، لأنه حابة كتير إني اسمع يوسف. ايه كانت بيقوم بتحبني، أنا ما عملت لها أي شيء أبداً. أنت ما كنت بتستاهل بيقوم يا يوسف، كنت ناقص، متطلبات بيقوم أنت ما قدرت تلبيهم حتى. كنت رح أعمل أي شيء بتطلبه بيقوم. لا أنت ما بتقدر، أنت حتى ما قدرت تفهمها، فيكن تشوفوا هو ما عم يهتم فيها. تايلان يا ريت تخلي يوسف يكمل كلامه. أنت فرقتنا، أنت يلي فرقتنا. لا انت يلي عملت هالشي، انا واثق انك رح تصير اكثر عصبيه بس حتى تغطي نقصك. انا كان لازم احميها منك. بكفي بقى، بكفي. ما كان في داعي تتعذبي وتجي. معلش بدي اطمن اكثر. لهلا مو مصدقه الشي اللي صار. انت بعمرك ما صدقتيني اصلا ولو ثقتي فيي. زودت شوي بالحكي معك مو؟ يعني بتوثقي فيي او لساتك مصدقه خطيبك هداك بس؟ ما عاد أعرف مين وشو لازم صدق. ما بعرف إلا إنك مانك الوحيد يلي انجرح. هذا الموضوع حرفياً جرحنا كلنا. آه ابني، أنت منيح فراد؟ لا تخافي خالتي، أنا منيح، كله مجرد حادث بسيط. صار منيح. شو صار معك؟ قل لي ابني، فتوا بخناقة أو شي؟ يلا احكي لي كيف صار. خير شو صار لك أخي؟ لك أنت شو صاير معه؟ شو بدي قلكن، هو مجرد حادث بسيط، شبكن؟ يلا خليني ورجيك الأدوية تبعك وكيف تاخدها. الحمد لله على سلامتك. أنت صاحب مشاكل مو بإيدك. اهدي منك، لا تنسى شو قالك الدكتور ماشي؟ ودكتورك خطيبك اللي ما اتصل قال لي الحمد لله على سلامتك بلا وجدان. برأيي تهتم بإيدك ما تهتم باللي حواليك، ولا تنسى تاخد أدويتك.
عن جد؟ ايمت مواعيد الادويه وايمت باخدهم؟ طلعي فيني، تخيلي لو اني وقعت على راسي وقعه قويه، بلكي كان في عندي مشكله بذاكرتي. برايي تركز منيح باللي بدي اقول لك يا تمام مشان ما تخربط.